ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم بيري لايك. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش السبسكرايب واللايك. بشكر جدا اصدقائي الحلوين على تعليقاتهم الجميله، وربنا يسعدكم. بجد فرحت جدا بتعليقاتكم الجميله. النهارده هنعمل مع بعض اجمل طبخات المشتركين. متحمسين جدا علشان تشوفوا التقييمات. طبخات كلها تعجبكم، تعالوا نشوفها مع بعض. اول وصلة معانا من صديقتنا شهد هتكون بالاوريو واللوتس. هنبدأ نفتت بسكوت الاوريو، ونفتت كمان 3 قطع من اللوتس او حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. هنزوده بالحليب ونقلب كويس لحد ما كل حاجة تتفتت معايا كويس قوي، وبدخله الفرن على مدة 10 دقايق او الميكروويف لحد مدة دقيقة. وبعد ما خرج بدأت ازينه بالكريمة وواحدة بسكوت اللوتس. عجبني قوي الشكل جدا، بس الكريمة ساحت بسرعة من حرارة الكيك. طلعت كيكه هشه جدا وجميله، كان طعمها جميل. واول ما خرجت من الفرن كان اللوتس مدي فيها ريحه جميله. طبعا هديها 10 من 10. يا ريت تجربوها وقولولي رايكم. تاني وصفه هي هنسوي لحمه مفرومه على شكل دوناتس. اول حاجه حطيت لي اللحمه المفرومه الملح وبهارات، 7 بهارات جاهزه بتتحط للحمه. فجبت قالب دائري وبدأت احط له كيس علشان اللحمه متلزقش تاني وشكلها يبوظ مني، وبدأت اسويها. وجبت شكل دائري، عملت فتحه زي شكل الدوناتس كده. لو عندكم قالب الدوناتس هيكون اريح بكتير. وهحمرها في زيت قليل على الوشين. بعد ما خلصت ده كان شكلها. برغم ان الوصفة عملتها بمكونات بسيطة جدا، الا ان كان طعمها جميل جدا. كان طعمها كمان احلى من الكفتة. اتمنى تجربوها، وكمان هديها 10 من 10، وكل اللي في البيت عجبتهم جدا الوصفة دي. تالت وصفة معانا من صديقتنا سماح هي عبارة عن افوكاتو، وهنحط فيها بيضة. فتحت الافوكاتو وبفرغ البذرة، وكمان بشيل اللي حوالين البذرة، وهكسر بيضة، وبعد كده بضيف لها الملح والفلفل، وهدخلها على الفرن لمدة تاخد كده تستوي معايا البيضة، وبخرجها. ده كان شكلها، بس للأسف البيضة ما كانتش مستوية كويس، فما عجبتنيش موضوع ان البيض ما يكونش مستوي. وطعم الافوكادو طبعا ما كانش ماشي مع البيض، فطبعا بدي الوصفة 7 من 10. رابع وصفة معانا من صديقتنا رحمة. كنت متحمسة جدا ان انا اعمل الوصفة دي من كتر ما رحمة بتوصفها لي. فجبت مية مغلية وحطيت فيها 2 اندومي، وبعد ما فكت الاندومي معايا بدأت اضيف لها معلقة صلصة، وكمان زودت من عندي جبنة كريمي ونص معلقة كركم، وهزودها كمان البهارات بتاعتها. بس كده خلصت كده الوصفة. قدمتها في طبق، كان طعمها جميل جدا. عجبني الكوكتيل ده، جميله جدا قوي. استمتعت وانا باكل الاندومي دي، وكمان دقت الشوربه بتاعتها زي ما قالت لي رحمه. كانت غنيه بالاطعم الجميله، كانت مليانه اطعم كده وغنيه، وعجبتني جدا. فبديها طبعا 10 من 10. يا ريت تجربوها، هتدمنوها جدا جدا بالطريقه دي. خامس وصفه معانا هتكون بالتوست على شكل بيتزا. طبعا الوصفة دي عجبتني جدا جدا. فكرة جديدة وجميلة، ان احنا
مش هنعمل عجينة وكده، هنعملها بشكل سريع. فجبت 4 توست وبدأت أفرد عليهم صلصة وكاتشب. بعد كده ضفت لهم موتزاريلا وفلفل الوان، وكمان الزيتون، ورجعت في الاخر حطيت على الوش جبنة موتزاريلا ودخلتها الفرن. ممكن شوية بس، مش لازم الفرن يعني، من تحت شوية بس كده بتاعت الفرن الكهرباء بس كده، لحد ما تكون الجبنة ساحت معايا بالشكل الجميل ده. كانت طالعة جميلة جدا جدا، وكان طعمها لذيذ جدا، حبيتها قوي، عجبت الأطفال كمان. فبدي الوصفة كمان 10 من 10، ياريت تجربوها، سهلة جدا وهتحبوها جدا. سادس وصفة معانا من صديقتنا شهد، هي هتكون بالخيار. فقطعت الخيار لشرايح صغيرة بدأت أرص الخيار. أنا بحب فكرة إن أنا أرص الخيار كده بالشكل الجميل ده، وعصرت عليه ليمونة بس ما نكترش قوي في الليمون علشان ما يكونش طعمه طاغي على الخيار، وحطيت لهم شوية بهارات والملح والسماق بس كده. الوصفة كانت جميلة، بس كانت مشكلتها ان الليمون ادي طعم حامض فيها جامد، فبت الوصفة 8 من 10. بس كده خلصت وصفاتنا. اكتبوا لي وصفاتكم الجميلة علشان نعملها مع بعض، وكمان في وصفات اوريو مجمعاهم مع بعض. لو عندكم وصفات اوريو اكتبوها لي، وبحبكم جدا، وباي باي.